المصريين كلهم دلوقتي بيطمنوا عليكم وعايزين يسالوا يعرفوا يعني حضرتك بعت المطعم ولا هي اشاعه؟ لا بعت المطعم فعلا. طب هل انت اتعرضت للنصب فعلا زي ما اتقال ولا 125 مليون؟ 200 وحاجه. طب ال 200 مليون حضرتك كان عليك ديون بيهم ولا هم كان ربح استثمار اللي حضرتك يعني؟ انا كنت بستلف 75 وكنت الباقي لميته حاجتي وبتاعتي. كلمنا كده يا فندم مساله الظروف القهريه يا فندم وتم الحديث عنها. ممكن يا جماعه دول بس امبراطوريه صبحي كابر، هل ممكن نشوفها مره ثانيه ان شاء الله؟ هل ممكن يبقى في فروق؟ طب العمال اللي شغالين عند حضرتك مصيرهم ايه دلوقتي؟ مصيرهم معايا معايا منهم موجود معايا مع عدو وبديله قبض وبديله كل حاجه والحمد لله. يعني هم شغالين معاك وهيفضلوا معاك حتى في الفروع الجديده؟ السعوديه ولا قاعد معانا؟ لا انا فاتح في السعوديه، فاتح في الرياض. طيب يا فندم باقي الافرع طبعا احنا هل بعت العلامه التجاريه بتاعتك؟ احنا حابين نعرف منك تفاصيل بيع المطعم تمت ازاي؟ العمال اللي موجودين دلوقتي في المطعم مفيش حد يكون تابع لحضرتك؟ لا مفيش حد تابع فيهم ليه؟ طب امبارح لما المواقع بدات تظهر قالوا ان المطعم لسه الصبح كابر لا 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 هرفع عليهم قضيه بالكلام ده، انا من حقي مش من حقهم. ممكن نعرف يا فندم بس يا جماعه نسمع بعض. طيب نسمع بعض. اسم صبح كابر لا 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 اسم البحث يعني حق انا بس على يعني حضرتك ما بعتش علامه تجاريه تقصد؟ دلوقتي على المحل ده مخالف للقانون. مخالف للقانون وعلامه تجاريه بتاعت انا صبحي كابر. هل ممكن بقى يبقى خطوه قانونيه كده قضيه حضرتك ترفعها مثلا على استخدام الاسم؟ ان شاء الله. طب عايزين نعرف ايه صفقه الدوره اللي حضرتك اتنصب عليك فيها؟ والاستاذ امجد ثلاثه محامين ان شاء الله في القضيه ان شاء الله. طيب يا فندم ممكن تكلمنا عن تفاصيل يعني خلال الساعات القليله الماضيه اللي لسه حضرتك بتتكلم؟ حب المصريين شفته ازاي؟ شفت ان هم شعب طيب واحسن شعب الشعب المصري. واحنا والله جايين النهارده علشانك، عايزين نعرف ايه صفقه الدوره اللي اتنصب عليك فيها؟ انا بني ادم واحد زي الناس عايز يطور نفسه، وكان في حد جايب لي دوره اشتريه صفقه كده وكنت محتاج فلوس ان اشتريها. حضرتك تابعت مشاعر غضب الجمهور ازاي؟ مشاعر غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما سمعوا خبر ان من الواجد اتغرق مطعم صبحي كابر. المطعم انا بعته. انا بقالي بالظبط من امتى؟ بقالي بالظبط كده من شهر واحد. طب ازاي بقى من شهر واحد حاجه صبحي وموقع او صفحه الرسميه اللي هي تابعه ليك وحضرتك اكيد ده بتنزل صور للمطعم والاكل والحاجات دي بشكل عام؟ لكن كدبت الاشاعه حتى. انا بديهم لحمه من عند المزرعه وخضار من عند المزرعه. ماشي. مساله تهجير الصفحه. قول له انا الصفحه قالت ان متهكره بعد الصفحه معاهم. في حاجه صفحه بيقولوا صفحه متهكره. في كلام بيتقال صفحه متهكره يعني الصفحه مش متهكره يا فندم فورا واحدا؟ انا الصفحه مش متهكره. لا الصفحه بتاعتي مسجله. طب بص يا حاج صبحي، سمعنا تصريحات منك امبارح ان بتقول لما ندخل المطعم ما حدش بيقول لك يا معلم والتصريحات دي، ايه تفاصيل النقطه دي بالتحديد؟ هم مشوا الناس الرجاله بتاعتي كويسه وخدوا الرجاله جابوا الرجاله يوم من بره. طب هل كان في اي ضغوطات عشان صفقه البيع دي طيب ولا لا؟ انا شايف ان حضرتك هل كان في اي ضغوطات عشان صفقه البيع دي ولا لا؟ وانا لا كان عليا فلوس ليهم، لا اتحبس لا اديهم المحل. المبلغ قد ايه؟ المبلغ قد ايه؟ المبلغ قد ايه؟ مشتري مطعم معرض الامام للسيارات مظبوط؟ مظبوط. يعني احد مسؤولي معرض الامام كان خرج من شويه قال ان التعامل مع الحاج صبحي كان كويس ومفيش اي مشكله وان يعني الحاجات دي كلها. لا هم بعد ما هم رفضوا ياخدوا مني لحمه وياخدوا مني الخضار وياخدوا مني الحاجات دي كلها اتقطعت. هم الاول كانوا ياخدوا منك النص ويشتروا من بره. يا حاج صبحي يا حاج صبحي المشكله دي كانت بدايتها من انت. لا ده موضوع كبير قوي، فاحنا ايه يعني؟ انتوا ما تسالوش السؤال ده لقاء تاني يا جماعه. هو السؤال ده اصلا يا جماعه اصلا انتوا سالته يا جماعه. بعدين كل واحد يسال اتفضل اتفضل ازاي؟ بدايتها ان انا المحل كان حاضر كان يعني ايه دخلت موضوع الدره وجه المحل ولع. هي بقى الازمه اللي مريت بيها اللي تعرضت لها. شايف ان دي حاجه ربنا صاحب مال وفجاه بقيت شغال في المحل. الكلام ده من امتى يا عم صبحي؟ يا حاج صبحي سؤال. طب انا بس شايف ليه الدموع في عينك دلوقتي؟ ليه بموافق عينيك يا حاج صبحي؟ انت تعبان؟ انا حاسس ان عليك نفسك. طب بتفسر تعاطف حب الناس دي كلها؟ الدنيا بحالة دي قاعد عندي احسن من مال الدنيا كلها. اسم صبحي كابر مش عايزين نشوف دموعك ابدا يا حاج صبحي. ان شاء الله هفتح صبحي كابر بامر الله واحضركم ان شاء الله هفتح. طيب يا حاج صبحي الكلام اللي بيتردد. لا هات لي حاج صبحي بتاعي. حاج صبحي شايفين في دموع في عينك؟ اه على نفسي. شايف ان في مسؤول كبير اتعرضت ليه يا حاج صبحي؟ ممكن تقول لي اتعرضت ليه؟ اتعرضت ليه يا حاج صبحي؟ في كلام بيتقال ان في مسؤول كبير ورا الحاجات اللي لا 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 مش حد مسؤول، الناس كلها اللي عندنا الدوله دوله محترمه والحكومه بتاعتها حكومه محترمه. رساله تحب توجهها للجمهور كده باستفاضه. الدموع دي وراها حاجه، اتعرضت ليه يا حاج صبحي؟ هدي دموع قهر يا حاج صبحي. الدموع دي دموع قهر. يا عم صبحي انا هسالك سؤال واضح، انت من سنين اتعرضت للعمليه اللي هم كان في ناس عايزه تدخل معاك شراكه او تشتري فروع صبحي وكان علاء مبارك اتكلم؟ لا لا مش علاء مبارك. ما تذكرش اسمع حد. حصلت
قاعدة صلح عندك في صبحي كابر وقلت المشكلة حاجة هل الناس دي ليها تواصل؟ لا 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 لا. طب يا حاج صبحي ردك ايه؟ ردك ايه على الناس اللي بتقول يعني انا اسف في اللفظ ان امبراطورية الحاج صبحي كابر يعتبر انتهت بعد بيع المطعم، ردك عليهم ايه؟ رد عليهم ان انا هفتح حاجة احسن من كده ان شاء الله بنفس الاسم؟ بنفس الاسم صبحي كابر، ان العلامة بتاعتي براند صبحي كابر داخلة فيها من الناس السعوديين معايا ان شاء الله، وهكبر احسن من الاول وابقى احسن من الاول ان شاء الله. هتتغير العلامة التجارية يا حاج صبحي؟ هتتغير العلامة التجارية للمطعم؟ لا العلامة التجارية من حقي، العلامة التجارية بتاعتي انا ما اتباعتش. كان عندك عمل كده ممكن نعرف ايه الاجراءات الكورونية؟ طب بالنسبة لباقي الافرع يا حاج صبحي ليا فيها 600 بس يا حاج صبحي، بالنسبه لباقي الافرع بتاعتك باقي الفروع بتاعتك على الفرع ده هو خالف التعليمات اللي هي المطابقه للعقد اللي بينه وبينهم ان هم جابوا اللحمه من بره وجابوا الخضار من بره والحاجات دي بيبوظوا البراند. هو كده كان قصده باقي الفروع بتاعتك يا حاج صبحي رفع عليها قضيه وجا الموضوع. هو ده مصري يا حاج صبحي؟ مصير باقي الفروع. مين بقى مين مالك المطعم دلوقتي؟ مين مالك المطعم دلوقتي؟ شركه الامام. شركه الامام. التواصل بينك وبينهم تم ازاي يا حاج صبحي؟ نعم. التواصل بينك وبينهم تم ازاي؟ بين شركه السيارات يعني او رجل اعمال اللي شغال المطعم. ايه التعامل صفه التعامل يعني العلاقه جت ازاي يا حاج صبحي؟ التعامل جاي ان انا اخدت منهم فلوس سلف، اخدت منهم 75 مليون سلف. بس اللي احنا 75 مليون تاثرت يا حاج صبحي عشان كده يا حاج صبحي عشان نكون عارفين ان انت راجل صحيح ومعروف بالحكمه. هل اتعرضت لضغوط عشان خاطر الموضوع ده يوقع اسم صبحي كابر وناس تانية تشتري؟ لا لا هو الضغوط دي وصلت منهم هم ان هم خدوا مني الفلوس حسب هالة الفايدة وهم عايزين فلوسهم حتى من فايدة البنوك. يعني هم كانوا 75 بقوا 125 مليون. الحمد لله. بعد عملية البيع زرت المطعم قبل كده؟ زرته؟ فكرت تزور المطعم بعد عملية البيع يا حاج صبحي؟ رحت كذا مرة، كان بيتحرق دمي على الستاف اللي بيمشي وعلى الناس الكويسة اللي بتمشي. فعلا الصناعيين ما بقاش يقولوا لك يا معلم زي ما كان الأول. يعني حاج صبحي الكاست الحاجي ده مش كاست صبحي كابر اتغير؟ لا مش كاست صبحي كابر، كاست صبحي كابر هيجي في الكاست في المحل الجديد إن شاء الله. محل بقى. ردك على موضوع التهكير، تهكير الصفحة. عملوا الشركة، عملوا شركة هم باسم الاكابر وده غلط اصلا قانونيا غلط. المفروض اللي هو الاسم اللي صح كده اسمي غير غلط، هو مش بتاعي المحل ده مش بتاعي. انت رفعت قضيه على المعرض. طب يا حاج الصبح طلع من شويه وقال ان مش المعرض هو اللي اشترى ده، هو شخص مثلا من هنا على شخص من مكان تاني، فهي مجموعه اشخاص اشتروا هم الخمس فرقه اللي اشتروا هم اخوات مع بعض. خمس اخوات. لو حابب توجه لهم رساله، لا توجه للخمسه دول رساله، تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا موجود. وتقول لهم ايه عن حب الناس اللي شاف اللي شافنا كله؟ الدنيا بحالها كفايه توافقكم عادي بالدنيا بحالها. انا شايف الناس التعليق عندي بتقول لي دموع غاليه علينا. بتفصل حب الناس ازاي من امبارح وانت على السوشيال ميديا؟ نعمه من ربنا. هل يعني انت عملت ايه الموضوع ده ولا فعلا زي ما اتقال على السوشيال ميديا ان في برضه مطعم مشهور جدا يملكه الشيخ رجل اعمال احمد الباز تعرض لنفس الهاكر ونفس؟ لا 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 الحاج احمد الباز راجل محترم وناس محترمه وناس ناجحه وربنا يوفقهم. مطعم اصل كلام رد عليك وقال احنا كنا بندعمه من الاول وقفنا معاه. عايز تقول له ايه طيب؟ وجه له رساله. اقول له متشكرين يا حاج احمد فيك وعلى وقفتك معايا وربنا يخليك وربنا يخلي الحاج عنتر وربنا شايفين دماغك ايه الحكمه اللي سمعت بيها يعني عشان ما حدش يتنصب عليه بنفس الطريقه تاني. انت بتقول يعني يذل من يعز من يشاء ويذل من يشاء. اقول ان ما حدش يعني حراسه من الناس، الناس النهارده دلوقتي بقت فيها حته طمع. ما خدتش قرض من البنك بدل ما تستلم الموضوع ده ولا كان؟ ليه ما خدتش قرض من البنك؟ طب انت عم صبحي ليه ما خدتش قرض من البنك انت ولجأت يعني زي ما الناس رجال اعمال بياخدوا قروض البنك ولجأت للناس اللي نصبوا عليك؟ نصيبي بقى كده والحمد لله. حاج صبحي الواحد يعني زي حضرتك خبره كبيره في السوق، يعني راجل ليه بدل ما بلد ازاي تدخل يعني ازاي حاجه زي كده تتعرض لمؤامره زي دي؟ انا ما اعرفش اقرا واكتب وراجل على الله حكايتي. مجموعه المحامين والمستشارين اللي معاك ورجالتك والمكاتب بتاعتك. بخاف بدارع على شمعيتي زي ما بيقولوا. خاف من الحسد يعني قصدك كده؟ حاج صبحي احنا دايما معاك. في حد عايز تقول له حاجه؟ في حد لو تعرضت لاي ضغوط او تعرضت لاي حاجه تقدر تقولها؟ طبعا الناس كلها معاك الحمد لله. الحمد مش عايزينك تزعل ولا مش عايزينك عايزين حقك دي. لو انا شاكر ليك وشارك للناس وشاكر ليك جدا. احنا لو حبينا ناكل دلوقتي عند صبح كابر هنروح فين؟ ان شاء الله هنفتح محل ان شاء الله قريب ونقول لكم عليه ان شاء الله. رجالتك عامله ايه؟ الرجاله اللي كانوا شغالين في صبح كابر مصيرهم ايه؟ مصيرهم ان شاء الله خير باذن الله. فين دلوقتي هم؟ فين دلوقتي رجالتك كلهم؟ رجالتك معايا رجالتي الحقيقيين اللي قلبهم عليا خليكم معايا. لكن انت عايز كلام حد يا عم صبحي مع الماده في حد من رجالتك او كنت بتتوسم فيه خير
خان وباع احنا عرفنا ان المطعم احنا كنا في المطعم امبارح على الصبح ان شاء الله على الصبح احنا كنا موجودين باقي الفروع هنشوفها هنشوف فروع جديده الصبح كامل فروع جديده هتكون فين المحترمه اللي قلبها عليا حضره ممكن الحاج صبح يا جماعه سؤال تصريح مهم يعني الناس المحترمه حضرتك بتدمر الثلاثه الناس اللي واقفين معانا معلش معلش ثواني مش هينفع والله مش هينفع ياخدوا مرتبات لحد النهار الناس المحترمه اللي هي رجالتي الحب اللي على السوشيال ميديا ده كله كلمه تقولها للراجل الخان ورجالتك رجالتك اللي انا وجبت اللي الخان واللي باعوا له خدوك ازاي طب اتكلمنا عن عمليه او المؤامره او باعوك ازاي اتكلمنا كانوا عاملين حسابهم من الاول يا بحزه كانوا عاملين حسابهم لا لا الحمد لله يعني الموضوع ده كان مترقد لك يا عم لا الحمد لله نعم لا الموضوع كان مترقد لك قول الموضوع يا عم الحمد لله الحمد لله نعم انت دلوقتي الوضع المادي دلوقتي افضل يعني الحمد لله تحسن الحمد لله ان شاء الله هل في اي ديون دلوقتي عليك بعد باقي المطعم في اي ديون او اي التزامات في ديون عليك لا لا الحمد لله قبل نهايه السنه معايا الحمد لله رحت موسم الرياض في السعوديه وحضرته ودعمت من السعوديه وبشكر الشعب السعودي كله على وقفته معايا ورحت لندن معاهم اشتغلت معاهم في لندن وهنزل لكم الصور على الواتس اوريكم الصور وانا شغال في لندن بعمل اكل للملوك وامراء والحمد لله امتى هنشوف المطعم الجديد بتاع صبحي الشعب المصري خيره عليا وهو اللي وقفنا على رجل الشعب المصري السنه الجايه صبحي كده امتى هنشوف المطعم الجديد بتاع صبحي السنه دي امتى هنشوف السنه دي عالميه يا صبحي حضرتك قلت الشيخ صبحي تابع التاجر العالميه وهيسيب مصر لا 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 عمري في بلدي شعبي واخواتي وحبايبي انا بحب مصر بسجل الجمهور شايف الناس واقفه جنبك بسجل الجمهور جمهور صبحي كده لا لا مش هتلاقيك وانت بتعمل ايدك كده تقول يا بركه دعاك يا ان شاء الله يا بركه دعاك يا ابو الله يعني مثلا نعملها تاني يا عم صبحي لحد صبحي طب عايزين نقولها تاني عايزين صبحي قول لنا كده قول لنا يا بركه دعاك يا امي يا بركه دعاك يا امي دوري وامي في حياتك يا حاج صبحي وامي في حياتك دوري وامي في حياتك يعني دورك ايه مؤثر دور السيده لوالدك في حياتك نفسي تبقى معايا في النعمة اللي انا فيها انا عايز اسالك سؤال عم صبحي بصراحه ليه سميت ليه صبحي كبر بالتحديد انا عندي ربنا حرمني بالكابر كنت الصبح الاول كنت فاتح حاجه اسمها الاخلاص عايزين نفسر كلمه كابر كلمه كابر دي انا كنت شغال عند اميره في السعوديه مخلفه اميره اسمها كابر فكنت انا بعمل لها الاكل وهي صغيره كده فتمر فيها العشره وبقول لها كتر خيرك كل سنه وانت طيبه وجنبك على دماغي ما تعيطش واقفه معايا وبظبطها لي بالظبط لحد دلوقتي بنتك على اسمها كابر واقفه معايا لحد دلوقتي والله كتر الف خير ربنا يخلي يا عم صبحي الله يخليك والناس واقفه معايا وكتر خير الشعب المصري على وقفته معايا والشعب السعودي وكل سنه وانت وراك يا حاج احنا بنحبك يا عم صبحي بس اول فرع هيكون فين اول فرع ان شاء الله باذن الله اول ما هعرف هبلغك والله وكل حاجه ان شاء الله جات لك مكالمات اكيد من مستثمرين ومن ناس عايزين يدعموك كتير اهم حد جه يكلمك مين لا كتير بس انا مش عارف امر لا مش هشارك حد يبقى حاجه المصلحه ليا انا كده انت طول عمرك ما بتحبش الشراكه اللي احنا فيه بس يعني المره دي دموعك غاليه علينا يا عم صالح اتعلمت بقى من اللي فات بقى لازم استفاد لازم استفاد دموعك غاليه علينا طيب طبعا يا جماعه اخر حاجه بس نفس مجال المطاعم من الوارد ان احنا نشوف صبح كابر في مجال اخر جديد ولا هو مجال لا مجال المطاعم ومجال الجزاره ان شاء الله الجزاره يا حاج صبح يعني المطعم دلوقتي اللي يقدر ينافس صبح كابر يعني معناه صبح كابر مين المطعم اللي موجود على الساحه دلوقتي والله مش عايز المطعم طب حضرتك قلت عندك 5000 مواشي 250 زي المزرعه بتاعتك طب مصيرهم ايه هتعمل ايه انا بفتح لوكشيب انا المطعم بقى مش صبحي مشهور صبحي طب ايه ده كلمني انا مش كلام من ده يا عمر بقولك مليون ايه كام صبحي المزرعه بتاعتك اللي انت المعلم صبحي مليونير فعلا المزرعه بتاعتك اللي انت بتملكها فدي مطرود من ضمن الخسائر اللي انت خسرتها لا لا المزرعه موجوده وقايمه وفيها بهايم الحمد لله في خير ربنا ما فكرتش ليه تبيع حاجه في المزرعه عشان تحافظ على المطعم المزرعه تعبت فيها تعب السنين بخل سعر المحل وهم بيشتروه الله يسهل لهم الله يسهل لهم انت دلوقتي بتبيع للمطاعم الترند اللي حصل دلوقتي شايفه ازاي يعني دلوقتي اللي هيروح ياكل في مطعم صبح كابر الحاج صبح مش هو اللي مالك مش بتاعي وما اعرفش حاجه عنه يا حاج صبحي قولها تاني الاكل اللي بيتعمل مش الخلطه بتاعت صبح كابر ولا يعرفها ولا حد يعرفها على التانك زي ما انت عرفتها يعني رسميا مفيش فروع لصبح كابر في مصر ليه في السعوديه بس فرع في السعوديه بس فرع الرياض لحد ما افتح في مصر اقول لكم الفرع طب في حاجه في الامارات طيب في حاجه هتيجي في الامارات السعوديه تحديدا الشعب طيب وشعب حلو زي الشعب المصري كده الحكمه اللي انت طلعت بيها من الموضوع ده ايه الدرس اللي اتعلمته انا امشي عشان كده اتعلمت ان انا مش على قدي ما انت مش السعوديين بيتواصلوا معاك قول لي يا حاج صبحي عشان انا ما سمعتش الحكمه اللي انت طلعت بيها من صبحي ابتدى الموضوع انا اتعلمت استفدت ان انا ما اخشش في حاجه ما اعرفهاش وامشي على قدي بكرر حضرتك عشان عم صبحي هل اتعرضت لاي ضغوط عشان اسم صبحي كابر يروح لمستثمرين تانيين غيرك لا 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 عشان الناس دلوقتي بدات تتكلم وتقول يعني حاجات صبحي في مصر والوطن العربي ويمكن في الشرق الاوسط اي حد لازم انا عايز اروح اكل في صبحي كابر صبحي كابر اسم لايق يعني
مفهوم يعني اللي بينزل مصر عايز ياكل صبح كامل واللي اللي ما سمعش عنه تلاقي صاحبه بيقول له يلا احنا ان شاء الله كامل صبح كامل هيرجع ويرجع بقى من الاول انت هتاخد اجراءاتك القانونيه انت ضده صبحي ما ينفعش عنه من امبارح بدات من امبارح الترند الترند ما ينفعش الموضوع يتقفل كان في تواصل بينك وبين الترند قبل ما اخدم معاك عم صبحي انت كده طب بالنسبه للعلامه التجاريه بتاعت المطعم الموجود حاليا هل هتطالب بحقك فيها طبعا العلامه التجاريه بتاعتي هتخليهم يتنازلوا عنها ويغيروا اسم المحل انت شايف ان الترند اللي حصل ده رزق ليك وعلامه ليك شايفه ازاي ده اواني بس هو مش يعني اداني دفعه حماس ده احسن حاجه انت راجع على الفيسبوك عم صبحي لا لا باشا من فضل ربنا سبحانه وتعالى انت قول لي من وقت الازمه ما بدات معاك لحد دلوقتي ايه الحاجه الجميله اللي حصلت معاك لحد دلوقتي عرفت الدنيا فيها ايه انا كنت الاول واخد يعني واخد طيب زعل لزوم اتعلمت ان انا الملاك الجدد بيقولوا ان انت عملت شو لو سمحت ردك عليهم كدابين ليه بتقطعوا ما تقول طب بقول لك يا عم صبحي قبل ما نختم معاك عشان بقى الموضوع ده كلمنا عن صبحي كابر من اول ما بدا خالص لحد بقى ما الموضوع انتهى صبحي كابر بدا من الاساس بدايتك كانت ايه باترينا ورصيف وعربيه وقصه انا نفسي اسال سؤال عندك اللي جاي تبدا من اول كده الراجل اللي جاي والله انا عربيه كده عم صبحي بدات بعربيه كده فعلا ممكن تسمع السؤال ده يا جدعان مش كفته وفراخ وكباب وستيك وليبه اول واحد عمل ورق عنب في مصر انا اول واحد اخترع الستيك انا ماشي متقطع طب ماشي الراجل اللي جاوب السؤال يا جدعان لو سمحت ليه بنقطع هل انت محدد بالحبس دلوقتي ولا لا معلش هم بيدوني بقى ان هم يعملوا معايا مش عارف ايه وهيعملوا معايا ايه سلطوا عليها مش عارفه مين وكده يعني كده صبحي كابر لما بيحب ياكل بره المحل بتاعه بيحب ياكل في عند مين عند الباز ولا عند حد عند ناس محترم الباز راجل محترم وعند راجل محترم واخواتي بره عندهم وضيف عندهم مضيف عندهم اتشرف بيهم ده الشرف حاج صبحي احنا الحاج احمد بلبع برضو اخ كبير لينا والناس المحترمه حاج صبحي الازمه دي لما حصلت قول لي يعني عايزين نعرف احساسك ايه بعد ما فقدت يعني الامبراطوريه الكامله اللي كانت موجوده في مصر حسيت بايه لا يعني لما اللي حصل زي ما هو ويفضل زي ما هو امر الله حسيت بايه انا خلاص يعني ما عادش بس انت مصدق انك قلت انا بس سيبوه يكمل يا جدعان يا جدعان سيبوه يكمل الراجل ما بيقولش كلمتين يا جدعان عم نادي من محبين كتير طب انت عم نادي بعد الازمه اللي كانت سيبوه كده اخويا طب ممكن تكلمنا عن الدعم النادي توقيته يعني بص انا كنت في السعوديه في العيد الوطني بعمل شغل خدت ادوني فوق حقي وزياده شويه ورحت عملت اكل في لندن خدت برده فوق حقي في لندن والحمد لله ومسطوره الدنيا والحمد لله حد متواصل معاك من لندن طب يوم حاج صبحي يا ديني يا جدعان على العبث اللي انت فيه لا 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 في مصر من دلوقتي احنا عندنا المشكله قضائيه ما بينك وما بين مجموعه الامام اللي هي اشترت المحل صح كده كل المجموعه هل قدمت اي بلاغات دلوقتي لحد دلوقتي قدمت بلاغات فرع تقريبا قدمت بلاغ طيب على فرع قدمت بلاغ لا لا كم فرع دلوقتي يعني كان تحت ايدك فجأة ما بقوش ولا فرق تحت ايدك يعني هو كان فرق وكان في ايده وما بقاش تحت ايده قدمت بلاغ ولا ما قدمتش بلاغ قدمت بلاغات وان شاء الله الدنيا ماشيه والمحامين شغاله في الاوضه ان شاء الله احنا معاكم بسرعه يعني في ناس بعض الناس بتقول انك انت عملت كده علشان يعني تمشي من بره مصر وتفتح بره مصر لا عمري ما اطلع بره بلدي ما انا فاتح بره مصر وبطلع مصر وبرجع بقى وانا ما بطلعش اقعد بره مصر 3 ايام بعيط انا باجي مصر هنا بسافر واطلع وارجع ابص على الارض بتاعتها وابصها مصر احسن بلد في العالم امان استقرار رخص اللي هو الناس كلها فيها غلا مصر ارخص بلد اطلعوا بره وجربوا الغلا فيها قد ايه وشوفوا مصر الرخص فيها قد ايه شوفوا الفرق مصر احسن دوله في العالم والله يعني برغم اللي حصل لك من بعد افرضها ومن بعد كده يعني انت بتحب تراب مصر مصر احسن دوله وشعبها احسن شعب انت متوقع ان هم يعرفوا يديروا المحل زي ما انت كنت لا طبعا لا طبعا خصوصا ان ظهورك الفتره اللي فاتت لا 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 خلى معظم الناس كلها ما عندهاش قابليه انها تروح المحل في ظل عدم وجود صبحي يعني المحل انت مالكش علاقه بيه يا مصطفى لو انت حابب دلوقتي توجه رساله لمحبين صبحي كابر في مصر كلها تحب تقول لهم ايه كتر خيركم ومشكرين ليكم وربنا يا رب يخليكم ولو رحت المطعم يعني انت مش موجود الخلطه بتاعتك الخلطه السريه لا لا الخلطه مع بنتي كابر غير فقط لا غير كابر هي الاساس الخلطه دي محدش يعرف الخلطه دي الا كابر خلطه سريه حضرتك يعني خلطه سريه فعلا انك الاسريه يعني عايزين نعرف حضرتك الاسريه حضرتك عندك اولاد وزوج معايا محمد ومعايا كابر ومحمد ومصطفى وادم ما شاء الله ومراتي هي اللي واقفه جنب مني وربنا يخليها لي دلوقتي يا حاج بعد المحل المزرعه ومجموعه من الاراضي ولا في لا لا مش اراضي يا عم انا على الله معايا مزرعه فقط وانا الحمد لله كنت حاجه الحمد لله انا بقول لك الحمد لله جالي دعم من السعوديه واقفين جنبي
الشعب السعودي ومصر برضو ناس محترمة محولين الفلوس برضو، بس أنا مش عايز حاجة الحمد لله، وهلم نفسي وهقف أحسن من الأول إن شاء الله تاني بأمر الله. يعني قال لي زباينك القدام ما يروحوش المحل لأن ده مش محل الصبح كابر. محل الصبح كابر لا ما أقدرش أقول قبل نهاية السنة صبح كابر الجديد هيكون موجود كمحل إن شاء الله بأمر الله. رسالة للشباب المصري الطموح اللي هيقبل على الله. بص علينا يا عم الدنيا راحة وجاية. يعني انت ما يئستش عم صبحي؟ ما يئستش؟ لا ما يئستش بعد اللي حصل. لا لا ما يئستش. لا 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 املك في ربنا برضه؟ املك في ربنا وعيش على ربنا، وهو ربنا يقبل مني ويرجعني تاني احسن من الاول ان شاء الله. يعني بعد اللي حصل ده كله انت لسه تدينا درس في الامل وانك انت مش هتيأس مهما كان. لا لا اوعى تيأس، لا انا عمري ما هيأس ان شاء الله. هم حاجة باسم صبحي كابر برضه الجديد. صبحي كابر برضه ما تهزتش بعد اللي حصل ده كله؟ انا عايز اسالك حاجه انسانيه عم صبحي. قول الحقيقه انا عم صبحي اوز الناس وجمهور والناس الشعب المصري الطيب ده اواني خلي عزم. لو والدتك الله يرحمها موجوده دلوقتي كانت هتقول لك ايه؟ هتقول ربنا يوفقنا بتحبينهم. انا شايفك بتتكلم عن زوجة حضرتك بشكل جميل قوي، ولما بتتكلم عن زوجة حضرتك بتتكلم ان هي واقفه جنبك اكتر واحده اظلم منها في حياتي. انت يعني شايف في علاقه حب وكمان دمعك بدات تغلق اكتر من اتكلمت عنها. ليه بقى؟ احكي لنا شويه. ربنا محترمه وست اظلم مني وست ربت بيت وست كلام يقول ما بينزلش الارض. بص عم صبحي عرفنا عنها اكتر يعني في الجيش. عم صبحي انا كان معايا سته في العنبر في الجيش كانوا بيشتغلوا عندك تمام. السته دول كانوا بينزلوا الاجازات بتاعتهم اللي هم 7 و8 ايام كانوا بيجوا عندك يكملوا شغلهم عادي، ويجوا بعد ما يخلصوا عشان يروحوا الجيش كانوا بيتكلمونا عن كرم اخلاقك وطيبتك انت وزوجتك. كانوا بيقولوا لي انت بتديهم مرتب الشهر كامل. السته دول كانوا معايا في العنبر. تقول لهم ايه؟ الناس دي كلها هترجع تاني الناس كلها هترجع لحد ان شاء الله وربنا هيرزقني برزقهم احسن من كده كمان شويه. حاج صبحي الرجاله جت وبقى معاك. هل انت الرجاله في العالم التجاريه حاج صبحي؟ ماشي ما انت ايدك طيب حطها فيها عملك طيب. ايه؟ حاج صبحي انت هل تزوق ايدك بقى تقول ايه؟ تسال بقى تصدى حقيقي فعلا قلت حصل. اه ما تزوقش صوتك تزعل على بيت المحل. هي فاطمه انت نزل لهم لحمه. ايش يا فاطمه؟ اقطع صور فيديوهات عشان ارجع مثلا ب 2000 3 بتاع ايه اللي اتفضل؟ صور لهم خلاص ماشي. مقابل مثلا مبلغ مادي وحاجات. لا لا قلت مادي انا عشان لحمه. هم دي لسه عشان لحمه ياخدوا مني اللحمه وبتاع وفي الاخر قالوا اضطروا. امبارح نزلنا عند المطعم يبعدوك عن المطعم كامل وما تاخدش اللحمه. ما ياخدوش لحمه مني اصلا. اه ايه اللي خلاهم ما ياخدوش لحمه منك؟ بس اللي بيجيبوه من بره ارخص. اللي احنا نعرفه ان انت عندك اكتفاء ذاتي. ازاي ده حصل؟ طمع عيشك قمحك طمع طمع لازم تجاوب. انت قلت لي بتبيع اللحمه ليه ب 260 وهم بيبيعوها ب 160؟ كنت بدلع كل يوم متأجل ليهم كل يوم متأجل 120 أجل ومعايا الفواتير بالكلام ده ومعايا كل الحاجات دي على النت. حاج صبحي انت سيب العلامه التجاريه عشان بياخدوا في الاسم بتاع المحل عشان ايه؟ هتدفع لهم اضاعه عشان ينزلوا. اه ان شاء الله نكمل العلامه التجاريه ان شاء الله. ليه اللي بيروح يشتروا من بره مع انك بتديلهم سعر عشان يجيبوا جوده اقل وشغل اقل؟ بيدمروا اسم البلد. اه بيدمروا اسم البلد. لما يكون حد مصورهم عليا من الاخر انت كنت بنظر ليهم حاجه. بقول لك المؤامره دي مين اللي متواصل عليك فيها؟ والله ما اعرف. قول عشان نعرف نساعدك. والله ما اعرف. لو اعرف والله ما اعرف. انت كنت بلوجر ليهم؟ لا يا عم مش بقى مش بلوجر ولا عمري خدت بلوجر. يعني زي ايه سر كلمه ايه سر كلمه انا ما بقيت كومبارس؟ ضغطوا عليا عشان انا مغزى يعني ربنا يحفظك. حاج صبحي ايه سر كلمه انا بقيت كومبارس في محلي او في المطعم بتاعي؟ مين امر الحاج مالك المطعم صبحي كامل كده اعضاء الوطن هم بيقولوا كده. بس هو انت ليه قلت على نفسك كومبارس يا حاج؟ قلت على نفسي كومبارس. انا حسيت بنفسي ان انا يعني شغال عندهم فعلا. نصب عليك فخ بعد ما كنت معلم لو بقيت شغال عندهم اديهم لحمه وبتاع وكلام من ده وقطع لي كل وكلام من ده. فطبعا ده كده انا شغال ايه؟ شغال كومبارس. بس انت مش اول مره تتعرض لحاجه زي كده وكل مره بتطلع من امامك. ان شاء الله ارجع عفوا من اول. ان شاء الله ربنا ما شاء الله عليك. المره دي محترم مش حاجه بينهم من عمرهم. مش حاجه بينهم. انا هقول الكلمتين دول تاني بعد ما كنت شغال في المكان بتاعك دلوقتي بقيت شغال كومبارس زي ما بتقول مع احترامي ليك طبعا. اه لا عادي هو ربنا عايز كده. ربنا عايز من يشاء وزي ما يشاء. فربنا يكون بيرفع. مليون لحد دلوقتي يا حاج ولا لا؟ الحمد لله مفيش حاجه. ما فيش حد ليه جنيه عليه. شكرا شكرا يلا يا جماعه. شكرا شكرا الشعب المصري كله متأسف. روح خلي عليها عم صبحي ودموعك خاليه علينا. روح خلي عليها ان شاء الله لحد صبحي كابر هيبدا من تاني عشان خاطر هيكون في مشروع ممتد يا حاج صبحي. افتح المحل ان شاء الله. كان موجود عندك وفيه بامر الله كان موجود عندك امبارح بنصور وكل الموقع يعني كلمنا كده بنتكلم لو حابب في ناس اسال يا ابني كل الناس
متاثره وكل الناس زعلانه جوه المطعم كده. خش معاهم امبارح كده اهو ده يا اسطى الصبح كابر خلاص بقى لا لكم معلم حسام ايدك ايدك الله ان شاء الله خير وتوفيق ان شاء الله في ربنا وامر الله عارف قريب ان شاء الله وبلغكم كده حد صبحي كابر او حد واجي يسال الموقع بصراحه اللي باجي معاك دلوقتي تقول ايه مش لازم تقول اسم المواقع هو ايه وهو ايه تقول ايه يا حاج صبحي بلاش اسماء مواقع رجاله كلنا عايزين نرجع معاك على موقع مصر يلا يا ابويا وانا على الصفحه متابعينا وكترتنا بعد اذنك بعد اذنك يلا يا ابويا برضه انتوا متابعينا ووافقكم معانا دي موقع المصيري على الفروع استقبيت على الفروع استقبيت على الفروع لسه والله لما تعملوا يا جماعه السلام عليكم يا رجاله السلام عليكم السلام عليكم يا ربي لفه شاب حبيبي يا باشا لفه شاب انا اهو حاسب كلنا معاك يا عم صالح ان شاء الله ترجع عفوا والله سلام كل ساعه ساعه اصلا بركه دعاء لو انت دعاء لما تسلم سيد بس يلا دموع غالي علينا على فكره كان رايح عند كهرباء 20 قلنا دموع غالي اطلع بقى يا روح ولا مره العربيه طلع يا باشا يا بركه دعاك يا عم منصور يا بركه دعاك يا عم اول كلمه انا في الاخر اصلي يا عم صبحي والله العظيم طول عمرك اصلي دايما بتعمل خير يا عم صبحي دايما بيعمل خير طب استنى طيب عشان الولد هيتعور الولد هيتعور الصغير ده يعني ايه يابا ايه تابعينا الكرام زي ما حضراتكم شفتوا معانا المعلم صبحي كابر زي ما المعلم صبحي كابر خلاص 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 غديته والله العظيم خلاص هروح انا اصلا انا طريقه طريقه وسلام لسه واحد على القهوه تعالى يا ابني خلاص صيف يا ابني كونوا